طيب موجود. تمام. المهم يعني، طب بقول لك ايه، طب احنا عايزين ناكل دلوقتي، هناكل ايه طيب؟ اي حاجه صح؟ ما هتقولي اعرفش ايه؟ اي حاجة. اي حاجه صح. طب ماشي ماشي، تمام. طب ماشي، عندنا تاكلي تاكلي همبرجر؟ ايه المفروض تقولي لا عشان نكمل الافيه، قولي لا. اوكي. لا لا مش هتاكلي همبرجر. طب تمام، قلت هتاكلي اي حاجه، بقول لك تاكلي همبرجر، قلت لا. طب ماشي، طب تاكلي ايه؟ تاكلي ايه؟ تاكلي طب تاكلي تاكلي بيتزا ما احبهاش صراحة، مو كتير. برضو يعني؟ انت لسه قايله لي من شويه انا ممكن اكل اي حاجه، بس دلوقتي بقول لك تاكلي همبرجر قلت لا، قلت لك تاكلي بيتزا قلت بيتزا؟ لا. لا طب بيتزا ماشي، مو طب وهتاكلي اي حاجه صح؟ وهتاكلي اي حاجه، تمام. طيب ماشي، وهتلاقي يعني ممكن تاكلي ايه تاني؟ ممكن تاكلي ايه تاني؟ تاكلي ايه تاني؟ طيب ماشي، تاكلي شاورما يعني؟ انا مش فاهم بصراحه، يعني انا مش فاهم بجد، يعني انت كده هتاكلي اي حاجه ازاي وانت رفضتي الهمبرجر ورفضتي البيتزا ورفضتي الشاورما؟ طب ناكلها ايه دي؟ طب يا جماعه، طب يعني تاكلي سوشي؟ طيب سوشي، تاكلي سوشي؟ ما أحبه الصراحة. ما بتحبش السوشي؟ طب ماشي مرة تمام. اتعزمت على مطعم سوشي، خليني أسألك. تمام ماشي تمام. يعني انت، انا لما سالتك في الاول قلت لك احنا جعانين صح؟ قلت لي جعانين جدا جدا. قلت لك طيب تحبي تاكلي ايه؟ قلت لي اي حاجه. قلت لك طب تاكلي همبرجر؟ قلت لا. قلت لك تاكلي بيتزا؟ قلت لي لا. قلت لك تاكلي شاورما؟ قلت لا. قلت لك تاكلي سوشي؟ قلت لا. انا بدات اتعصب على فكره. طب ماشي تمام. طب تاكلي 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 طب تاكلي محشي؟ تاكلي محشي؟ لا ما تبوظيش الافيه، قولي لا برضه. تمام لا برضه مش تاكلي محشي برضه؟ تمام. انا كده بقى بدات اتعصب جدا جدا جدا، ودلوقتي بقى الموضوع هيبدا يطلع عن شعوري بصراحه. يعني انت، انا مش عايز يعني. طب انت عايزه تاكلي ايه طيب؟ قولي لي كده، اردي عليا، انت ممكن عايزه تاكلي ايه؟ قولي اي حاجه. أي عايزه حاجة تاكلي ايه؟ أي حاجة. قعدت خلاص. طيب اي حاجه برضه، يعني انا عرضت عليكي 9000 حاجه ورفضتي. طب ماشي تمام. تاكلي إيه طيب الفتيخ؟ تاكلي سندوتشين طعميه وطبق كبسه لا برضو؟ طب تمام. انا بدات اتعصب جدا 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 دلوقتي، والموضوع بدا يطلع عن شعوره بصراحه. مش عارف، انا بدات اخوفك صح؟ ها بداتي تخافي دلوقتي؟ ها ماشي تمام. تاكلي حواوشي؟ ايه ده؟ حواوشي ايش ده هذا؟ مش عارف الحواوشي؟ يمكن في تمام البيت. الحمد لله، الموضوع دلوقتي بدا يخش في حته الاستيعاب، فهي دلوقتي ممكن توافق ان هي تاكل حواوشي. طيب بصي، الحواوشي ده شيء لذيذ جدا، هو عباره عن عيش، والعيش ده بيتحط فيه لحمه، واللحمه دي بيبقى معاها خلطه، وبيبقى بيتاكل كده زي السندوتشات، وبيبقى طعمه سخن، وبيتحط في الفرن وبيتشوي وبيبقى شغال. احنا جوعنا كلنا خلاص دلوقتي، فايه رايك بقى ناكل الحواوشي ده وفي نفس الوقت رخيص، انا مش هدفع فلوس كتير، ونتبسط بقى كده ومش عارف ايه؟ ها ايه رايك؟ لا برضو. وبعدين بقى يعني مش فاهمه. طب انا انا لا بس جات لي الفكره. انا عارف انت هتحبي تاكلي ايه دلوقتي. تاكلي ايه فسيخ؟ تحبي تاكلي فسيخ؟ فسيخ بقى، عارفه فسيخ؟ فسيخ بقى يعني زروطه كده بقى، تمام، وبصل بقى، ها، وليمون بقى، ها، ونقعد نعصر بقى كده، ها، نقعد نعصر بقى. انت مت ولا ايه؟ السمكة اللي معفنة. لا لا، هي مش معفنه على فكره، دي لا لا لذيذه، لا 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 لذيذه جدا، لذيذه جدا. ده فسيخ يا بنتي، الفسيخ ده لذيذ جدا، ده بتحطي بقى كده، ها، لا وتحشي عليه لا البصل. سمكة معفنة مو ماشي خلاص تمام. طب خلاص بلاش. طب ماشي، انا مش عارف اقول لك. يعني. انت طب تاكل تحبي تاكلي ايه فسيخ؟ طيب؟ تحبي تاكلي ايه طيب؟ طب انت تا تا انت انت تا 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 تاكل فسيخ؟ انت تاكل فسيخ؟ طبعا. طبعا. هي اختك المترجمه ولا ايه؟ اختك مشغلها المترجمه. ايه تاكل فسيخ؟ اسكتي اسكتي، شفت الخبطه بتاعت زرة؟ اسكتي اسكتي بقى يا بنت، اسكتي مش كده. طب ماشي، مهم ما علينا، مهم ما علينا. انت مش عارفه كل شويه تمسكي حاجه وتخبطيها في وشك. خلاص يا زارك، فيها بروتكشن؟ ده بنطلون ده ولا ايه؟ ارمي البنطلون ده بعيد عن بنطلون هذا حق الصلاة، بتعملي ايه في البنطلون؟ بنطلون ذنبه ايه يا هذا جدع؟ حق ارمي البنطلون. الصلاة. لا لا، بعد اذنك سيبه، طب البنطلون ده على جنب بعد اذنك لو سمحت. ماشي ماشي، طب ماشي تمام. تعالي بقى، يلا بقى نلعب، عشان شكلك يومك طويل بقى كده، مش هنخلص منك. طب تمام ماشي.